اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. طيب خلينا نتكلم على الاهلي في المرحله القادمه، لان الاهلي عنده الاسماعيلي 1 مايو، الجون 4 مايو، الاتحاد 7 مايو، بلديه 11 مايو، ثم مع الترجي في تونس 18 مايو، ثم مع الترجي في القاهره 25 مايو. كان الاول بيقول 24 بقى 25 مايو، هيبقى السبت، والسبت بينهم اسبوع. هيتعامل ازاي كولر مع ضغط المباراة ده؟ لانه هيتاجل له كمان 3 مباريات، المقاولين 15 مايو، سموحه 19 مايو، زد 27 مايو. يعني الله يكون في عون فعلا طبعا واللعيبه، لان فعلا انت ما بتصدق يرجع لك لعيبه صحيح، وبتعمل استشفاء كويس يروح متصاب لعيبه من ضغط المباريات، وده قدر النادي الاهلي طول عمرنا عارفينه. لكن في النهايه الحمد لله ان اللعيبه دلوقتي كلها رجعت بشكل كويس يعني. فاعتقد ان هو الماتش الاولاني اللي هو 1 مايو حضرتك كنت مشغول مع الاسماعيلي 7 11 1 ده اللي هو الاسماعيلي. الاسماعيلي في الاسكندريه بلديه المحله في المحله اتوقع انه هيلعب بالتشكيله الاساسيه. انت عارف اسم الاسماعيلي برضه مع النادي الاهلي حاجه كبيره وليها احترامها يعني. فاعتقد ان الراجل مش هيجازف، مش هيغير بشكل كبير في التشكيل، هيبقى في ثبات. وبعد كده مع نتيجه المباراه هيبدا يرمي واحد ورا التاني لغايه ما ندخل خمسه. الخمسه دول هيشاركهم. بس الروتيشن مطلوب بشكل غير مطلوب في في الماتشات اللي جايه بشكل كويس. لكن يعني في اماكن ما ينفعش فيها روتيشن كتير. نعم ما ينفعش.